السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نور شانيل، وصفات، نصائح جمال وعلاج كل شيء طبيعي. فيديو اليوم أو وصفة اليوم هي من مكونين فقط، تقوم بتسمين الخدود وتسمين الوجه وأيضا أي منطقة في الجسم، كما أنها خطيرة خطيرة جدا ومجربة لعلاج تجاعيد الوجه وشد الوجه، يعني بدون لجوء إلى بوتوكس أو أي شيء. إذا بدون تطويل في الفيديو سوف أشرح لكم أو سوف أذكر لكم المكونات وأيضا الطريقة الصحيحة لاستعمالها. فقط لا تنسي الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزورين قناتي، وأيضا أن تشاهدي جميع فيديوهاتي، أترك روابطها أسفل في صندوق الوصف. العديد من الفيديوهات التي سوف تنال إعجابك، وصفات طبيعية مجربة، تجدين أيضا فوائد الأعشاب، فوائد الخضروات، الفواكه، يعني كل شيء كما قلت طبيعي لجسم صحي وشعر وبشرة صحية أكثر بإذن الله. إذا سوف أحتاج أول شيء إلى الزبادي الطبيعي أو يسمى بالروب الطبيعي أو الياغورت الطبيعي، في المغرب يسمونه بدانون بدون سكر، بما يعني ياغورت بدون سكر. وسوف أحتاج إلى المكون الرئيسي أو المكون الرائع والرهيب، وهي زيت الكثيراء، وليست الكثيراء أو عشبة الكثيراء، بل فقط زيت الكثيراء، وهي معروفة جدا للتسمين، خصائصها أو فوائدها رائعة جدا جدا للجسم للتسمين. إذا سوف أحتاج إلى الكمية المناسبة التي يعني التي سوف أطبقها على وجهي، يعني تكفي ملعقة صغيرة فقط أو ملعقة كبيرة، بالنسبة لي فقط ملعقة صغيرة فهي كافية. إذا سوف أضيف لها بضع قطرات من زيت الكثيراء، فقط بضع قطرات من زيت الكثيراء، وهذه الزيت رائعة جدا. وسوف أقوم بخلط العناصر مع بعضها البعض جيدا، طبعا بواسطة فرشاة للمكياج. وقبل تطبيق هذه الوصفة على الوجه أو الخدود أو أي منطقة في الجسم، فيجب أولا غسلها بالماء الدافئ لكي تفتح المسام، طبعا تنشفها بمنشفة تكون نظيفة، وبعد ذلك تقومين بوضع هذه الخلطة على تلك المنطقة بهذه الطريقة. وإذا كانت لديك تجاعيد أيضا فضعيها عليها، كما قلت هي مفيدة جدا للتجاعيد. تتركينها تجف لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وبعد ذلك تقومين بفرك بسيط أو عمل حركات دائرية بواسطة يديك، وتنظفين المنطقة جيدا، وتضعين أي كريم مرطب، كما أنه يمكن الاستغناء عن كريم مرطب لأن هذه الوصفة تحتوي كما قلنا على الزيت، وليست أي زيت، فهي زيت الكثيرة المعروفة في التنعيم الجلد، يعني هي خطيرة جدا في التنعيم. سوف تجدين أن بشرتك أصبحت ناعمة مثل بشرة الأطفال. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابك. إذا أردت أن تسألينني عن أي شيء فأتركي لهذا أسفل في التعليقات سوف أجيب عنه. ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. إذا إلى اللقاء.